القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. يحترف صناعته منذ 20 سنة زرياب العود، كما يلقبونه أشهر عازفين هذه الآلة الطاعنة في التاريخ، والتي عشقها منذ الطفولة وتمرس على صناعتها منذ البداية وحتى النهاية. نبدأ في النقطة الصفر اللي هي من البداية، من منتصف القالب تتجمع بهذا الشكل. من هون الشكل الوجه بأخذ الشكل البيضوي، أحياناً بيكون بدون المساعدات اللي هون، ومرات بيكون بهذا الشكل حسب الصوت اللي احنا بدنا يطلع معنا، أو الشكل الثاني اللي هو الدائري بهذا الشكل. أبو وسام جاب بلداناً كثيرة لإتقان تفاصيل هذه الآلة وجمع مكوناتها، خشباً وأوتار من أفضل الخامات العالمية، ليحصل على امتياز الجودة في صناعة العود الذي لم يفارقه في أي وقت. حتى حين دراسته للتمريض كان ارتباطه بالعود قويا لدرجة تركه للتمريض والتفرغ لهذه الصناعة. اتجهت للتمريض واشتغلت فيها حوالي 11 سنة تقريبا، اشتغلت 12 سنة في التمريض. اللي رجعني للموسيقى، أنا أصلا في الموسيقى من البيت، والدي الله يرحمه موسيقي، درس موسيقى في سوريا، وظل العود في دمي من أنا صغير، ودائما وين ما أتنقل دائما يكون عندي عود. العود هيك الله صار جاهز. مثل ما قلت لك، الفتحة اللي عملناها عن الداير، عملنا شكل الديكوريشن الصغير هذا اللي فيه هيك، إذا مبين عندك ملاحظوا كيف حطينا الفرس من هون عشان مشبك الأوتار، المضرب هذا اللي من هون، والإيد والمفاتيح وكل شيء جاهز، باعتبار صار هلأ جاهز للعزف إذا ما ينحط الأوتار. للأسف حاليا مردود مالي ما فيه، إلا أنه ممكن أنا أرضيت ذاتي أنه صار عنا صانع في فلسطين ضمن صناع وناس تانين، بس الحاجة المهمة أنه أنا أرضيت ذاتي وأخذت شهادة كتير من موسيقيين كبار في المنطقة حوالينا، وشهدوا أنه آلتي من الآلات المميزة. هاي شغلة كتير مهمة. هلأ قصة المردود المالي إن شاء الله قدام شوي إن شاء الله تتحسن الأمور وبصير فيها مردود مالي. قربه من العود جعله يتعلم عزفه بإتقان، ويسجل باسمه معزوفات خاصة من ألحانه، بعدما سجل رقما قياسيا في عدد الأعواد الشجية التي صنعها. آلة صنعها الإنسان قبل 3000 سنة، عشقها الكثيرون لعذوبة صوتها. هو العود الذي غير حياة علي حسنين من التمريض إلى الموسيقى، ليحترفه على مدار 20 سنة عزفا وصناعة. من بلد القديمة بمدينتنا بسجن الجردات، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.